لوحة جديدة عن البرامج يلي عم تشوفها حاليا على شاشة الام تي في، وما في مثله يلي متابع بنجاح مع مواقف طريفة مع الشخصيات يلي منحبها كل خميس مباشرة بعد الأخبار. خلينا نشوف مشهد ونرجع. حلوين عيون عن جد. ثانك يو. إن هيك بيبرقوا هيك. شايفك قاعدة لحالك يعني كيف؟ ثاقبت إنه هيك جيت وكان على بالي أقعد لحالي وأنت فتحت حديث. سؤال، معك سيارة؟ سيارة. شو عم بسمع؟ معك سيارة؟ سيارة معك سيارة؟ شو؟ طب ليه قاعدة بعيد؟ ها قاعدة هون. ها؟ أوكي. هاي عم بسألك، ما معك سيارة؟ ما كنت عم بسمع، سيارة مبلا، معي سيارة، هيها صففتها برا.